أعزائي مشاهدي ومشاهدات قناة علم الأدوية المبسط، السلام عليكم. الهدف من هذا الفيديو هو الإجابة على السؤال التالي: هل أدوية بناء العضلات آمنة؟ يطمح الكثير من الشباب إلى بناء العضلات عن طريق استخدام استيرويدات البنائية أنابوليك ستيرويدز. هذه الأدوية غير آمنة وتسبب الكثير من الأعراض الجانبية الخطيرة. ما هي الاستيرويدات البنائية وكيف تبني العضلات؟ الاستيرويدات البنائية هي مجموعة من الأدوية تناظر الهرمون الذكري تستوستيرون كي ترتبط على مستقبله وتؤدي إلى أثر شبيه له. يتم تصنيع هذه الأدوية عن طريق إحداث تغيير في التركيب الكيميائي للهرمون الذكري تستوستيرون، بحيث يصبح أكثر قدرة على بناء العضلات وأقل قدرة على التسبب بالتغيرات الذكرية الأخرى غير المرغوبة مثل نمو الشعر على الجسم. الاستيرويدات البنائية تبني العضلات من خلال الارتباط على مستقبل تستوستيرون داخل خلايا الجسم، ومنها خلايا العضلات الهيكلية. ارتباط الأدوية على المستقبل يؤدي إلى زيادة تصنيع البروتينات في خلايا العضلات، وهي الأكتين والمايوسين، وهذا يؤدي إلى زيادة في كتلة العضلات. أمثلة على الاستيرويدات البنائية: ستانزولول وناندرولون. ما هي الأعراض الجانبية للاستيرويدات البنائية؟ الأعراض الجانبية للاستيرويدات البنائية على القلب والأوعية الدموية تشمل التالي: تسارع القلب، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول الضار LDL، وانخفاض الكوليسترول المفيد HDL، مما يزيد من احتمالية الإصابة بانسداد الشرايين. الأعراض الجانبية للاستيرويدات البنائية على الكبد تشمل التالي: سمية الكبد، ارتفاع إنزيمات الكبد ALT و AST، وأورام الكبد. الأعراض الجانبية للاستيرويدات البنائية على الغدد الصماء تشمل التالي: اعتراض تصنيع الحيوانات المنوية في الذكور، مما يسبب العقم. سبب ذلك يعود إلى التغذية الراجعة السلبية لهذه الأدوية على الغدة النخامية، كذلك تؤدي إلى ارتفاع الجلوكوز بالدم. ما هي الأعراض الجانبية الأخرى للاستيرويدات البنائية؟ الأعراض الجانبية للاستيرويدات البنائية على الدم تشمل نقص مستويات بعض عوامل التخثر، مما يزيد من احتمالية حدوث النزيف، وارتفاع تركيز الهيموغلوبين وكريات الدم الحمراء في الدم. الأعراض الجانبية على الجهاز البولي تشمل تضخم غدة البروستاتا، ولذلك يمنع استعمالها بتاتا في مرضى سرطان البروستاتا. الأعراض الجانبية على الجلد والشعر تشمل حب الشباب والصلع. الأعراض الجانبية للاستيرويدات البنائية على الجهاز العصبي تشمل التالي: تراجع القدرات العقلية، تراجع الذاكرة، حدوث مرض الزهايمر على عمر صغير. الأعراض الجانبية النفسية للاستيرويدات البنائية تشمل التالي: تقلب المزاج الشديد، العدوانية الشديدة، القلق والتوتر، والاكتئاب. باختصار، هل أستخدم الاستيرويدات البنائية لبناء العضلات؟ الجواب لا. الاستيرويدات البنائية هي أدوية شديدة السمية وتؤدي إلى أعراض جانبية شديدة وطويلة الآثار على مختلف أجهزة الجسم.